أهلا وسهلا بالجميع. هذا البث المباشر ربما يكون طويل، لا أدري فعليا المواضيع التي سنتحدث بها. رقم واحد، نريد أن نكمل الفاليديشن الخاص ب PHP Script، فسنتحدث عن موضوع فاليديشن وسينيتايزيشن. فمبدئيا نحن قمنا بإنشاء Article API Version 2، فذهبنا إليها فها هي. فهنا لدينا API، فإذا ذهبنا إلى API، دعوني أريكم كل الملفات. إذا لدينا API فيه articles فيه users. بخصوص ال users، فأنا سأترك هذا، يعني موضوع ال users سأتركه لبث منفصل أو فيديو منفصل، لأن فعليا ال users يجب أن نقضي بها وقت طويل نتحدث فيها عن كيفية تسجيل الدخول، تسجيل الخروج والتوكنز، ونتحدث عن كل هذه الأمور التي يمكن أن نعتبرها متقدمة قليلا. أما موضوع الارتكلز فتبقى به موضوع واحد، هو أن نقوم بفاليديت للانبوت الذي يأتينا من قبل الزائر. فإذا بالنسبة لل API articles، فأين سيتم السينيتايز أو الفاليديت؟ طبعا أيضا سأخبركم الآن ماذا يعني فاليديت والسينيتايز مرة أخرى، الذي لا يعرف يراجع معلوماته. فهنا لدينا بالنسبة لهذا الـ API، فلدينا get، get article واحدة. فعليا لا يوجد input، لأن بكل بساطة الشخص هنا إذا ذهبنا إلى الـ local host 8000، فلدينا هنا هذا هو السكريبت، وهنا سنذهب إلى articles.php. فإذا هذه النقطة هنا، طبعا يجب أن يكون هنا لدينا API، فهذه النقطة فعليا تعود لي بكل الـ articles. اتفقنا لهذا الموضوع، تحدثنا عن هذا الموضوع بوقت سابق، وكل الـ articles تأتي من هذه النقطة، من هنا get all articles. فإذا هذه هي معالجتنا لهذا الموضوع. وهنا المستخدم، لاحظوا، لا يقوم بإدخال أي شيء فعليا، هو فقط يكتب الـ URL ويعود له بنتيجة. فهنا لسنا بحاجة لتعامل مع input، نحن لا نتعامل مع input، ولسنا بحاجة أن نعالج هذا الـ input لأنه غير موجود. فبالتالي كل شيء تمام بالنسبة لهذه النقطة. ما بالك بالنقطة رقم 2 ID مثلا 1؟ أيضا هذه النقطة، فعليا هذه النقطة فيها ليس input مباشر من فورم مثلا، فيها input هنا بالـ URL أدخل الكويري. فإذا هنا يجب نحن أن نقوم بالتأكد أن هذه الواحد هي واحد فعليا وليس شيء غير الواحد، وفعليا أو واحد اثنين ثلاثة يعني رقم integer. وفعليا نحن تأكدنا من هذا في الفيديو أو البث السابق، فتأكدنا هنا أن is numeric، وتأكدنا أنها أكبر من zero، فهذا نوع من الفاليدي. الموضوع الآخر الذي هو متعلق، أريد أن أفتح الآن تطبيق آخر فورا، لحظة من فضلكم حتى أفتح التطبيق الآخر الذي من خلاله يمكن أن نقوم ب post request و edit request. فبخصوص ال post request، طبعا الآن يفتح التطبيق ال post request، فنحن سنرسل نضيف article من خلال ID، من خلال هذه هي. فإذا هنا هذه delete، نحن لا نريد delete، نريد post مثلا. فمن خلال post سنقوم البوست على articles على نفس النقطة لكن بميثود post. وهنا لاحظوا سيدخل المستخدم title description وإلى آخره. هنا نحن فعليا نحتاج أن نقوم ب validate. فإذا ماذا تعني كلمة validate؟ validate يعني التحقق من الصحة. وماذا يعني التحقق من الصحة؟ يعني بكل بساطة، هل هذا صحيح؟ هذا هو، يعني ليس موضوع سهل جدا. فإذا validate تحقق من الصحة يعني يساوي هل هذا صحيح. وماذا يعني هل هذا صحيح؟ يعني مثلا أنا عندما أطلب من المستخدم أن يدخل تايتل أو عنوان مقالة، فما هو الشيء الذي أتوقع منه أن يدخله؟ هل أتوقع منه أن يدخل لي مثلا قصيدة، مثلا قصيدة طويلة؟ هل أتوقع منه أن يدخل لي مثلا أن يكتب في التايتل مثلا كلها أرقام مثلا؟ يمكن أن نعتبر أن article مثلا يكتب واحد واحد واحد، يمكن أن نعتبر ذلك صحيح. لكن مثلا هل نتوقع من التايتل هنا أن يدخل مثلا سكريبت
أو كود مثلا معين؟ بالتأكيد لا. فنحن هنا عندما نتحدث عن التايتل فنحن نتوقع أن يدخل كلمات، جملة معينة فيها كلمات، وهذه الكلمات لا تعبر بالتأكيد عن سكريبت معين، لأن مجرد أن يدخل سكريبت هنا أصبح هاكينج، يعني أصبح استغلال نقطة معينة بالبرنامج. فبالتأكيد نحن لا نتحدث عن، بالتأكيد نحن لا نتحدث هنا عن سكريبت موجود، فقط هي عبارة عن جملة فيها كلمات معينة. ويمكن أيضا أن نحدد طول هذه الكلمة، طول عدد محارف هذا التايتل. هذا يعني التحقق من الصحة. لماذا نتحقق من عدد المحارف؟ لأن بالنهاية لا نريد أن يدخل لنا قصيدة في التايتل، هذا التايتل عبارة عن جملة. فمثلا بالجوجل لا يجب أن يكون التايتل المثالي أو العنوان المثالي يجب أن يكون مثلا 60 محرف، هذا المثالي. مثلا بخصوص عندما نتحدث عن الديسكريبشن المثالي 160 محرف. طبعا يمكن أن يدخل ديسكريبشن مثلا 1000 محرف لكنه ليس مثالي. فعندما نتحدث نحن عن الوصف فيجب أن يكون، يعني نحدده، نقول مثلا بين 0 و 160 محرف، لا يجب أن يكون بداخل السكريبت. هذا اسمه validation أو التحقق من الصحة. فنحن نريد أن نتحقق فعليا من صحة المدخلات. ومن يحدد صحة المدخلات التي سيدخلها الشخص؟ نحن سنحدد ذلك بناء على نوع البيانات التي نتوقعها من الشخص. يعني التايتل نتوقع 60 محرف، لا يوجد سكريبت، الديسكريبشن 160 محرف بدون، لا يوجد أشياء ضارة هنا. مثلا عندما نطلب منه إدخال سعر منتج معين نتوقع منه رقم، أحيانا الرقم يكون انتج الرقم صحيح، أحيانا نتوقع منه رقم بفاصلة، إذا كان بفاصلة نتوقع مثلا 2 digits بعد الفاصلة. فكل هذا يدخل بلائحة أو يدخل تحت مظلة الفاليديشن أو تحقق من الصحة أو السؤال هل هذا صحيح. فإذا هل هذا واضح؟ فالآن سنستمر مع الموضوع الخاص بنا. فإذا أين سيتم الفاليديشن فعليا أو تحقق من الصحة؟ سيتم عند إدخال مقالة وعند تعديل مقالة، لأن هنا يتم فعليا إدخال مدخلات مثل التايتل والديسكريبشن. فنستمر. فإذا هنا أين هذه get؟ لا، هذه get لسنا لها، لا يعني قمنا بمعالجتها الآن نحن هنا. فهنا فعليا هنا لاحظوا أنا كتبت تعليق أن هنا يجب أن يكون الفاليديت وأيضا يجب أن يكون السينيتايز. سأتحدث عن السينيتايز عندما أنشئه، فإذا نؤجله لاحقا، لكن الآن نحن بالفاليديت، التحقق من الصحة. فيمكن مثلا أنا هنا أن أقوم بفاليديت مباشرة هنا وأقوم بفاليديت تايتل ديسكريبشن كذا 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 كذا، لكن هذا ربما يكون فعليا يعني سيكون فيه تكرار لأن نفسه سأكرره بالإدت. يوجد طريقة أسهل من ذلك، هو أن أقوم بإنشاء utility أو أداة معينة وأقوم باستيراد الأداة هنا، وهذه الأداة تقوم بالفاليديت. فماذا يعني ذلك؟ فإذا بكل بساطة لاحظوا هذه هي الملفات التي لدي. فإذا يمكن أن أنشئ هنا مجلد اسمه utilities أو utils، وهذا المجلد يعني معناه أدوات. ماذا يعني أدوات؟ يعني الأشياء التي تساعدني في مشروعي يمكن أضعها في هذا المجلد. هنا سأقوم بإنشاء برأيكم ما الأشياء التي أضعها في هذا المجلد، ما هي اقتراحاتكم؟ يعني بالتأكيد سيكون هنالك شيء للvalidate وشيء للsanitize. فإذا هنا سأقوم بإنشاء ملف سأسميه articlevalidator.php، جيد. وهنا فقط سأقوم بفتح تاج الphp هكذا، سأكتب echo data validated. الفكرة هنا أنني أتخيل أن فعليا تم validate للداتا وتم تنفيذ هذا الملف، وأقوم باستراده بأين نقوم باستراده؟ نقوم باستراده بملف الـ ABI articles. فإذا هنا في الأعلى أريد أن أقوم بimport أو include the articles validator. طبعا إذا كان لديكم أي سؤال، أتمنى أن السؤال يكون في يعني يكون في جوهر الموضوع، وإذا لم يكن بجوهر الموضوع أيضا لا مشكلة، اسألوا الأسئلة الخاص، أي سؤال اسألوا، وبعد خلال الفقرات سأقوم
الإجابة على الأسئلة. فإذا هنا سنقوم بـ include للـ validator، ملف الـ validator، فإذا include once الذي هو سنرتفع مسار للأعلى الذي هو موجود مجلد الـ utilities واسمه article validator.php، فإذا هذا هو الملف. جيد، فهذا الملف بداخله هنا نريد أن نقوم بإنشاء class معين، وبداخل هذا الكلاس سنقوم بـ validate للـ data. فهذا الكلاس أسميه article validator. طبعا يمكنك أن تتدرب على الكلاسز من خلال هذا الـ validator. هكذا يتم إنشاء class في PHP بهذه الطريقة، تكتب class ثم تكتب اسمه ثم curly brackets بهذا الشكل. وأريد فعليا بداخل هذا الكلاس، class الـ validator، أريد أن أقوم بإنشاء function. هذا الفانكشن function بداخل الارتكل، بداخل الكلاس، وهذا الفانكشن سأجعله public. بمعنى آخر أنا يمكن لأي شخص أن يستخدم هذا الفانكشن إن كان موجود، يمكن استخدام هذا الفانكشن أو هذه الميثود التي سأكتبها الآن هنا، هذه الميثود يمكن أن أستخدمها بداخل الكلاس نفسه، يعني بداخل curly brackets، أو خارج ذلك مثلا هنا. جيد، فهذه اسمها public، ولأنها تستخدم في كل مكان فهي عامة، ميثود عامة. الموضوع الثاني، هذه الميثود هي متعلقة بالكلاس نفسه، الكلاس الارتكل فاليديتر، بالتالي سأجعلها static، وثم سأنشئ الميثود بالطريقة بإنشاء function عادي، function، وأسمي الفانكشن، الفانكشن اسمه validate article. طبعا هنا يمكن أن مثلا هذا الكلاس لا أسميه مثلا article validator، يمكن أن أسميه فقط مثلا ABI validator. جيد، وبداخل الـ ABI validator سأقوم بـ validate للـ article. فإذا هذا validate article سيأخذ بكل بساطة الـ article، الـ data التي سيدخلها الشخص هنا، التي ستكون عبارة عن title، description وإلى آخره. فإذا هنا بداية سأقوم بإنشاء القواعد للـ validate. ماذا يعني؟ يعني التايتل مثلا أريد أن يكون required، أريد أن الشخص يدخل تايتل إجباري، يعني المين لينث للتايتل، يعني لا يمكن أن يدخل مثلا زيرو ولا محرف موجود بالتايتل، يجب أن يدخل على الأقل 5 وعلى الأكثر 80 مثلا، 80 محرف أو 60 محرف. فإذا هذا الشيء أريد أن أكتبه. بالنسبة للديسكريبشن بنفس الطريقة سأسير وأقول أن الديسكريبشن غير مطلوب، فإذا false غير مطلوب، وأريد أن يكون يمكن أن يدخل زيرو، لا يدخل ديسكريبشن زيرو محرف، أو على الأكثر مثلا 160 محرف. أيضا أريد أن أدخل قواعد لكل شيء، من ضمنها الكونتنت، ومن ضمنها الأثر آي دي، كاتيجوري، كيوردز. جيد، فكيف أقوم بإدخال هذه الأشياء؟ يمكن أن أرتبها بشيء اسمه سكيما. طبعا أنا أسميه سكيما حاليا، يعني الآن سأسميه سكيما، يمكن أن تسميه أي شيء هنا فعليا، لكن هذه السكيما للديتا أو هيكلة الديتا التي لدي. أن التايتل يجب أن يكون موجود، المينيموم لينث كذا، الماكسيموم لينث كذا. فإذا هذه هي القصة. سكيما تبدو تسمية جميلة بالنسبة لي ومناسبة أيضا لموضوعنا. فهذه السكيما ستكون عبارة عن array، وكل عنصر من عناصر الارتكل التي هي title, description, content, keywords، يجب أن نفتح قاعدة البيانات، يجب أن نذهب لقاعدة البيانات لنرى عنها إذا حتى نتأكد من هذه المواضيع. فأين قاعدة البيانات؟ هذه هي. فإذا هذه هي الارتكل، والارتكل title, description, content, author ID وكيوردز وكاتيجوري. ففي هذه السكيما سأضع كل هذه الأعمدة. فإذا لنبدأ. فإذا بالنسبة للتايتل سيكون هو عبارة أيضا عن array، وهذه الarray فيها required، سأقول أن required قيمته true، سأقول أن minimum أو min length سيكون كما اتفقنا 5، والماكس، الماكس سيكون ماذا؟ 80 كما اتفقنا. جيد، هذا بخصوص التايتل، عفوا فاصلة. بخصوص الديسكريبشن، إذن هنا سنكتب ديسكريبشن، ديسكريبشن ريكوايرد لا،
أقل محرف 0 العدد يعني، والماكس 160. جيد، الآن نفس القصة سنكررها للكونتنت. هل الكونتنت مطلوب؟ الجواب لا، لا داعي أن تدخل الكونتنت للأرتيكل. المينيموم لينث سنجعله 0، أما الماكسيموم سنقول 5000 محرف، لأن الكونتنت يجب أن يكون طويل نوعا ما، صحيح يا أرتيكل؟ بالتأكيد نحن لن نجعل يعني دائما أنا أقول حددوا الأشياء، لا تجعلوها مفتوحة دائما، أن الماكسيموم لينث مثلا مليون محرف مثلا، لا ليس هذا. يجب أن تحددوا دائما الأشياء حسب الاستخدام، وطالما وجود هذه المحددات التي تضعونها تطبيقكم يكون آمن أكثر، لأنكم حددتم الشروط. فإذا جاء شخص مثلا يريد أن يسيء استخدام هذه المقالة مثلا، ويقوم بإرسال مثلا مقالة كونتنت طويل جدا الذي سيجعل قاعدة البيانات تتوقف عن العمل، فلن يحدث ذلك، لأن بكل بساطة عندما يذهب يأتي إلى هنا ويدخل أكثر من 5000 محرف أو عدد معين، سيقول له عفوا هنالك خطأ، وبالتالي سنحمي تطبيقنا من مثل هذه الأمور. فإذا الآن بالنسبة للأوثر آي دي، هل هو required؟ بالتأكيد required، لا يمكنك أن ترسل مقالة دون أن تقول لي من هو الكاتب. بالنسبة هنا لا يوجد min length و max length، يوجد type. فإذا كان الأثر آي دي، التايب هو انتجر. والآن الأمور الأخرى مثل الكيورد والكاتيجوري، كاتيجوري required لا، المينيموم لينث 0 والماكس لينث يعني أنا وضعته هكذا يعني، ليس بشكل يعني مدروس، فقط هكذا يعني رقم وضعته. فإذا هنا بالنسبة للموضوع الثاني keywords required false ونفس القصة. فإذن الآن أصبحت لدينا شروط الداتا أو شروط الفاليديشن أو validation rules، قواعد الفاليديشن للداتا. جيد، فإذن ممتاز، فإذن أصبحت لدينا موجودة. طالما الآن موجودة، فإذن الآن يجب أن نحاول أن نطبقها على قيم الأرتيكل التي سنزودها هنا. فإذن الآن بعد استخدام السكيما، فإذا هنا بعد السكيما نريد أن نقوم بالحصول على الإيرورز. فإذا get errors، هل يوجد errors؟ فدعونا نحصل عليها، عفوا هكذا أفضل. جيد، فإذا get errors، بداية سنجعل errors array فارغة، وسنقوم بالدوران. أنا لا أعرف كيف أقول دوران أو looping يعني حول السكيما. لاحظوا السكيما هي عبارة عن array، وكل عنصر فيها value له array. فإذن لاحظوا كيف سنقوم بالدوران حول هذه العناصر. فإذن for each سنستخدم array schema، وarray schema فيها فعليا field، والfield value الخاصة به هي rules. فإذا كانت صعبة هذه الجملة لكم، فإذن لاحظوا schema هي الarray الرئيسية، array الرئيسية هي هذا title هي الfield، والفاليوز الخاصة بها الري هي عبارة عن الرولز التي هي validation rules. واضح؟ فإذا الآن حصلنا على الفيلد الذي هو التايتل، وحصلنا على الرولز التي هي مثلا title rules. جيد؟ فإذا الآن سنتأكد إذا كان هذا الفيلد required. فإذا if required show error مثلا، أو add error مثلا. فإذا عفوا سنسأل إذا كانت الرولز required، كيف ذلك؟ كيف كانت الرولز ريكويرز؟ نعود لقصتنا، هذه السكيما، هذه الفيلد فيها رولز. فإذا كانت هذه الرولز عبارة عن array، الفيلد الأول منها required يساوي true، فيعني يجب أن يكون موجود بالارتكل، الارتكل array التي زودناها أو الارتكل data. فإذا كانت هذه الرولز required، وبنفس الوقت كانت article title أو article field الذي هو title مثلا على سبيل المثال غير موجود، فهذا يعني أن هنالك خطأ. فبالإيرورز والتي هي عبارة عن array سنضيف خطأ خاص بالtitle، وسنقول هنا أن الخطأ هو أن، سنكتب بطريقة مختلفة، سنقول أن الفيلد
الذي اسمه فيت مثلا title is required. فإذا لاحظوا هل هذا صعب أم واضح؟ فإذا هنا قمنا بماذا؟ قمنا بالتحقق من خاصية required. إذا لم يكن موجود فسيعطيني خطأ. فإذا الآن بعد الانتهاء من required نريد أن نتحقق من من length، فسنكتب هنا إذا كان فعليا الحق الموجود، يعني تم إدخاله فعليا الذي هو article field، جيد، وكان أيضا هذا الفيلد له أو الرولز التي نتبعها الآن هي عبارة عن رولز المين لينث، جيد، فماذا سنفعل؟ نريد أن نتحقق من اللينث، فسنقوم بأخذ string length. string length يعني عدد محارف السترينج الذي لدي، والذي هو عبارة عن article field يجب أن يكون أقل من لا يجب أن يكون أقل، إذا كان أقل فعليا أقل من المين لينث، جيد، فهذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن هنالك خطأ. فإذا الآن سأقرأها مرة أخرى لكم فسنضيف خطأ هنا. فإذا القراءة التي أريد أن أقرأها لكم بعد الانتهاء من هذا سنأخذ استراحة قصيرة. لاحظوا إذا كانت الارتيكل فيلد موجودة أصلا، موجودة، فإذا اسيت يعني نقول هل هي موجودة، إذا كان موجودة وكانت الرولز التي نقوم نحن بالتعامل معها هي رول من لينث، فسنقوم بأخذ طول هذا الفيلد أو عدد محارفه، إذا كان أقل فعليا من المين لينث الموجود بالرول فهذا يعني أن هنالك خطأ. فإذا هنا سنكتب الفيلد يساوي خطأ، وهذا الخطأ هو أن الفيلد الفلاني، جيد، ما هو الخطأ؟ must be at least، وسنحدد ذلك من خلال الرولز من لينث، فيجب أن يكون أقل شيء هذا الرقم. وهنا سنكتب characters long، صحيح؟ ممتاز. إذن الآن انتهينا من check هذا الطول الأقل، الآن الطول الماكسيموم يعني الأقصى. فإذا أين نحن الآن؟ إذا هذه كل ال for each، وهذه ال f لهذا، هذا curly brackets لهذا، فيجب أن نكتب هنا وسنكتب check the max length، والmax length فعليا سنقوم بأخذ هذا نفسه ونلصقه هنا مع بعض التغييرات، فسنقول إذا كان الارتيكل فيلد set والرول التي نتعامل معها هي max length، وسنقوم بأخذ هذا الطول موجود هنا وسنرى إذا كان أكبر من عدد المحارف المسموحة بها بالmax، إذا كان كذلك فهنالك خطأ، وهذا الخطأ must be أو يعني يجب أن نقول أن هذا الطول لا يجب أن يكون، هذا عدد المحارف لا يجب أن يتعدى، فإذا سنكتب هنا must not exceed، هل كتبتها صحيح؟ هكذا، وهنا الmax length وانتهينا. طبعا الآن انتهينا من موضوع الmax length، لاحظوا لدينا required قمنا بها، min length قمنا بها، max length، جيد، الآن بقي لدينا type integer. فإذا نحن نريد أن الشخص الأثر ID هو عبارة عن integer، رقم صحيح. فإذا بكل بساطة سنذهب للنهاية هنا، سنتحقق من التايب الآن، وكل شيء واضح، كل شيء واضح بالنسبة لكم. فإذا جيد، فإذا الآن نستمر. فإذا إذا كانت هنالك مشكلة بالصوت أو بالصورة رجاء إخباري حتى نتفاداها قبل يعني قبل أن أتكلم كثيرا. فالآن إسيت الفيلد ليس إسيت الفيلد، الارتيكل فيلد، فإذا كان موجود فعليا وكان الرول فعليا لهذا الموضوع التي هي تايب، فنريد أن نتحقق من هذا التايب. إذا كانت الرول هي فعلا تايب وكان هذا الفيلد موجود فعليا، فبالتالي نريد أن نأخذ تايب هذا العنصر، فإذا سنكتب get type، وسأحاول فعليا أن أقوم بتحويله ل int value، الارتيكل فيلد سأحاول تحويلها ل int value، وإذا تحولت إلى int value ثم سأتأكد أنها number، جيد، وهل هنالك مشكلة؟ لا أنا كذا فتحت curly brackets بدون سبب. فالآن قمت الحصول على التايب لها، إذا كان فعليا بعد قمت تحويلها إلى number
وكان فعليا التايب لها نمبر هنا، فهذا يعني أن أو تايب لها انتجر فعليا، فهذا يعني أن شيء جيد. لكن إذا لم أستطع تحويلها ل int value أعتقد سنحصل على خطأ ربما، أو لست متأكدة من هذه النقطة، ربما أنتم تخبروني عن هذه النقطة. فالآن إذا كان التايب الذي حصلنا عليه من هنا لا يساوي الرولز تايب الذي هو انتجر، فهذا يعني أن لدي خطأ، وهذا الخطأ متعلق بهذا الفيلد، وأنا أريد بالنهاية أن أكتب رسالة خطأ، أكتب فيلد فيلد must be of type وسأحدد التايب. إذا rules وانتهينا من هذا الموضوع، لكن نسينا السيميكولون. جيد جيد. الآن بعد الانتهاء من for each، إذا هذه for each بعد الانتهاء منها سيصبح لدينا errors نريد أن نعيدها من هذه الميثود. جيد. فإذا الـ errors أنا قمت بتعريفها قبل الـ for each، وبعد أن انتهيت من وقمت بإضافة لها عناصر خلال معالجتي للـ for each، وبالنهاية قمت بإرسال الـ errors. فإذا نلاحظ الآن ما الشيء الذي لدي أنا هنا. أنا لدي class اسمه ABI validator، بداخل هذا الـ class سأضيف methods، هذه الـ methods تقوم بمعالجة الـ أو بvalidate للعناصر المختلفة لدي في الـ ABI الذي لدي. في الـ ABI الذي لدي لدي عنصران رئيسيان، الأول هو الـ article، الثاني هو الـ user. الـ user سنناقشه فيما بعد، الـ article هي موضوعنا، وقمنا بإنشاء method لvalidate الـ article. فإذا واضح. فإذا الآن لدي method هنا اسمها، أين هي؟ هذه الميثود اسمها validate article. هذه الميثود يمكن أن أحصل عليها عندما أقوم بcalling لهذا الكلاس. لست بحاجة أن أقوم بإنشاء instance من هذا الكلاس، إذا كنت تعرف أن كل كلاس يمكن أن ننتج منه objects أو instance، لست بحاجة لذلك. لماذا؟ لأن هذه الميثود اسمها static، هذه الميثود للكلاس كامل. مجرد أن أقوم بcalling لكلاس أقوم بcalling هذه الميثود على هذا الكلاس، استدعاء الميثود أو هذا الفانكشن، هذا الاقتران، هذه الدالة على هذا الكلاس. فإذا الآن هنا أنا قمت فعليا باستيرادها، باستيراد الارتيكل validator. الآن سأذهب للبوست. إذن هنا لدينا البوست، فهنا عندما في المكان الذي كتبت به validate articles هنا أيضا أريد أن أقوم بvalidate، والvalidate التي سأقوم بها هي فعليا كالتالي، سأقوم بcalling الميثود على ABI validator، هكذا اسمه، نعود لاسمه، ما اسمه؟ اسمه ABI validator. فسنجلب ABI validator وسنقوم بcalling الميثود الستاتيك التي اسمها validate article. فإذا هكذا اسمها، فإذا validate articles، articles أم article واحدة بدون s. لاحظوا الشيء الذي حصل هنا، أنني أنا قمت بجلب هذا الكلاس. لماذا؟ لأنني قمت بانكلود للفايل في الأعلى، وقمت بcalling method static. الميثود static على هذا الكلاس أقوم بcalling لها بهذه الطريقة بتو columns، اسمها كولون صحيح، النقطتين الرئيسيتين دبل اثنين، اكتبها مرتين واحصل على هذه. هذه الميثود يجب ان تاخذ الداتا هنا، هذه الداتا هي عبارة عن الداتا فعليا التي جلبتها من هنا من اليوزر، وانتهينا. طبعا هذه الميثود ما الشيء الذي ستعود لي به؟ ستعود بايرورز. جيد. فاذا هنا الشيء الذي ساقوم به فعليا هنا انني ساسال هل هنالك ايرورز. اذا لم تكن الايرورز امتي فهذا يعني أنا لدي خطأ، وهذا الخطأ أريد أن أرسل له ABI response. جيد. فإذا ما هي هذه ABI response؟ هي نفسها هذا، طبعا أنا أرسلتها بوقت سابق، عفوا أرسلتها بوقت سابق، بالتالي هنا سأكتب سأمسح هذا. فإذا هذه هي errors، أنا اعتبرتها فارغة هنا. الآن أصبح لدينا ABI validator وهذه هي an error، أرسلنا error والمسج، وبالمسج أرسلنا الـ errors الموجودة. ف
فممتاز. فإذا للتو نحن قمنا بالفاليديت بشكل صحيح والريتيرن، فإذا هذه كتبتها المرة الماضية، فإذا فقط نحن قمنا بإنشاء هذه النقطة بالايرورز. فإذا هذه النقطة نفسها فعليا أنا سأذهب للإيديت، فإذا أين هي الإيديت؟ هذه النقطة أين هي الإيديت فعليا؟ ها هي الإيديت وهنا الفاليديت، فإذا هنا سأكتب الإيرور وسأمسح هذا، فإذا هنا أصبح الفاليديت وبقي لدينا السينيتايز. فإذا أعتقد كل شيء تمام، الآن بقي لدينا الاختبار وأتمنى أن يختبر بشكل صحيح. والآن لاحظوا أنا لن أدخل هذا جيد، أو مثلا سأقوم بقص لها كت، والآن سأقوم بطلب هذه النقطة، فإذا سنت، فإذا إيرور. ما هذا الإيرور؟ لاحظوا 422، ما هذا؟ خطأ الفاليديشن أو تحقق من صحة، مسج فاليديشن ايرور. ما هو الخطأ؟ لاحظوا المسج تايتل تايتل فيلد تايتل ماست نوت كذا، فيلد التايتل لا يجب أن يتعدى 80 محرف. هل هو فعلا 80؟ ربما هنالك خطأ بالفاليديشن الخاص بي، لأنه يبدو لي هذا قصير، أو ربما أنا كتبت فاليديشن بشكل خطأ، الآن سنصححه، لا مشكلة بهذه النقطة. الديسكريبشن مطلوب والآثر آي دي مطلوب. ففعلياً أنا قلت 80، لكن ما عدده هذا؟ ربما حتى لو أرسلت عدد قليل سيقول لي لا يجب أن يتعدى 80. فإذا لاحظوا نفس الفكرة، ربما أنا أخطأت بالفاليديشن، الآن يجب أن نتحقق منها. لكن ماذا لو كتبت أنا description؟ ماذا لو أضفت هنا description مثلا؟ أضفت description هكذا، إذا هل سيعطيني خطأ description؟ إذا لنعود، فإذا description must not exceed، لاحظوا الخطأ كله بال maximum length، فأعتقد أنا كتبت الأمر هنا خطأ، يجب أن أعيد الآن. هنا يوجد خطأ واضح، يعني الخطأ هنا بالماكس. فإذا دائما هذا على فكرة دائما يحدث مع القص واللصق، لاحظوا لأن يجب أن أكتب هنا هكذا بهذا الشكل، وهذا يجب هكذا. إذا لا أعرف إذا نفس القصة هنا، نعم نفس القصة هنا، إذا وهكذا أعتقد هكذا صحيح. فإذا الآن نتأكد مرة أخرى، فإذا send، فإذا لاحظوا الفيل تايد مس بي at least 5 لأن أدخلت أنا 3، فإذا send، فإذا الآن فقط الأثر ID is required، والآن يمكن أن أدخله. مثلا أريد أن أدخل script هنا لنرى النتيجة، لاحظوا النتيجة، لاحظوا لأن عند تحويل هذا لرقم أصبح عبارة عن رقم، هذا عندما قمت بتحويله أنا ل int value أصبح رقم، أعتقد ربما زيرو أو شيء كهذا. فالآن قام بالبحث عنه في الديتابيس وجاء لا يوجد شخص بهذا الاي دي، فهذا الشيء الذي حصل فعليا. الآن سأجربها بعد قليل هذا الموضوع، لكن سأجرب ما الشيء الذي أريد تجربه هو هذا الكود. أين هو هذا؟ نريد أن نجربه فعليا. أو ربما يمكن أن ننشئ ملف، يمكن أن ننشئ ملف، إذا فيم مثلا file.php هكذا، وهنا نكتب هكذا، ونكتب هنا مثلا id، مثلا نكتب هنا script alert مثلا هكذا، والid، ونقوم ب echo لل int val لهذا الid. فإذا الآن هنا هو موجود بال php script و articles id، فعليا هو موجود articles api version 2 على فكرة، أنا أريكم النسخة السابقة. فإذا هنا وهنا يوجد لدينا utils ثم file.php، أتمنى أن يعمل 0 كما توقعت 0. ها هل يمكنكم أن تروا 0؟ 0. فالشيء الذي حدث فعليا هنا عندما أدخلت أنا هذا الشيء، حاول أن أحوله ل end value فأصبح 0، عندما أدخلت أنا كهذا قام بتحويل الـ end value هنا، أين هنا قام بتحويل الـ end value لهذا الذي هو كان عبارة عن شيء ليس رقم، فأعطى 0. فإذا get type of 0، type of 0 فعليا integer، فقام بتجاوز هذا الخطأ، لم يظهر له. فيمكن نحن هنا أن نقول إذا كان الـ end value 0 لا تقبل ذلك، لكن فعليا نحن لا نعرف
هو فعليا الاي دي للداتا بيس تبدا من واحد، فزيرو خارج الحدود، فيمكن ان نقول ان نتعدى الزيرو. فاذا كان الجواب هنا زيرو فهذا يعني ليس رقم، فقل له ان يجب ان تدخل رقم. يمكن ان نتعامل بهذه الطريقه، ان نقول اذا كانت التايب، اذا كان التايب ربما هنا سنكتب int val of field، جيد، و int val of field ستكون هذا، جيد، نضعه هنا، جيد. طبعا هنا نحن نعرف اننا فقط نتعامل مع integer، وبالتالي يعني فقط integer، فاذا هنا الفكرة ان نحن فقط نتعامل مع integer، وما لو جاءنا type اخر سيفشل هذا الفاليديتر نوعا ما بالنسبة له، لكن نحن في حالتنا يعمل، هذا الشيء المهم. فاذا int value of field سنأخذ هذه القيمة الموجودة هنا، واذا كانت هذه ال int value، نكتب int val of field تساوي 0، فنحن فعليا ايضا نريد ان نرسل error هنا، سنقول ان الفيلد must be of type كذا او type integer، جيد. وربما اذا حصلنا على التايب فعليا مرة اخرى هذا سيتجاوز عنه. لنرى النتيجة مع هذا، نرى النتيجة. فاذا قمت انا بsend field must be of type integer، فاذا جيد، فانا جعلت الفاليديتر يعمل لهذه النقطة. فاذا ادخل شيء غير سليم ساقول له ان يجب ان يكون integer. لاحظوا نريد ان نبعد المستخدم قدر الامكان عن الداتابيس. كيف ذلك؟ يعني الان عندما يقوم الشخص بارسال داتا، سيرسل داتا الى هنا، الان هو بالفاليديتر، يعني الان هو توقف هنا. فاذا ادخل اي شيء ضار او شيء غير مفيد فهو سيتوقف هنا. لاحظوا توقف هنا، كم هو بعيد عن الداتابيس؟ لاحظوا سيكون بعيد اكثر من خطوه عن الداتابيس، لان نحن نتحقق من كل شيء يدخله، جيد، خطوه بخطوه نتحقق. نتاكد من الاثر اي دي، نتاكد من الارتكل، نتاكد من كل شيء، ثم يعني نرسله للداتابيس، ثم نقوم بانسيرتنج للداتابيس او ابديتنج، لكن غير ذلك فهو بعيد كل البعد عن الداتابيس. وهذا السبب انني يمكن فعليا ان اقول ان يعني ان اتجاوز عن الخطأ الذي اصلحته قبل قليل، اقول فعليا هو لم يصل للداتابيس، لكن انا احببت ان يكون هو فعليا وصل للداتابيس من خلال هذه، قمنا بطلب الداتابيس. هل الاثر اي دي يساوي كذا، يساوي زيرو؟ هذا الشيء الذي وصل له، لا يساوي زيرو، فأرسل له هذا الخطأ، جيد. فنحن أنا أبعدته تماما عن الداتابيس، فقمت بإرسال له خطأ بمرحلة الفاليديشن، جيد. فإذا الآن نقوم باختبار الإدت، فالداتابيس ذهبت مني، فإذا علي تجديد دخول مجددا. فإذا لنرى، فإذا إذا كانت أي نقطة صعبة أخبروني. فعليا يمكن أن تعتبروا هذا درس مباشر لكم، إذا كان عندكم أي سؤال يمكنكم أن تسألوا. فإذا ما الشيء الذي أردت أن أقوم به؟ فإذا مثلا الأرتيكل رقم 26 هذا أريد تعديلها، فبكل بساطة سأرسل ID 26، الميثود سأغيرها، وهنا سأغير فقط التايتل، وسأقول مثلا hello. سيعطيني خطأ، هل تتوقعون الخطأ؟ نعم، سيقول description required والauthor ID required، لأن هذا هو الفاليديتر. فسأضيف مثلا new description والauthor ID 2. إذا الآن send، كل شيء تمام. وإذا نظرت بقاعة البيانات سأجد أن الارتكل فعليا تم تحديثه، hello new description والauthor ID 2. لاحظوا ربما تقول أن هذه مشكلة، لأن أنا أقوم بإدت للارتكل، فلست بحاجة أن أقوم بإضافة كل شيء مرة أخرى، جيد. فالجواب معك حق، نعم صحيح معك حق. يمكن أن تقوم أنت كوظيفة لك أن تقوم بالتعديل على هذا الفاليديتر، وتعطيه فكرة أن فاليديتر تعطيه مثلا argument آخر يقول فيه هل هو هذا edit أم add. فإذا كان add التايتل يكون required أو description required، إذا لم يكن هذا عبارة عن كان عبارة عن edit فهذا required، هذا false وهذا false. يمكن أن تقوم بهذا، وعندما يتم calling لهذا
هنا بالإدت تقول هذا عبارة عن إدت، وعندما تقوم بكولينج لهذا بالبوست تقول أن هذا هو أد. واضح؟ فإذا كل شيء له جواب. لاحظوا عملية تطوير لهذا السكريبت، يعني مهما نطور نحن نقضي ساعات نكتب وكذا، لكن بالنهاية دائما هنالك سؤال، هنالك مشكلة، كيف نصلح هذا؟ كيف نقوم بهذا؟ ماذا يعني هذا؟ دائما هذا الشيء دائما موجود، فيعني تأقلم معه. الموضوع الثاني هو أن أنا فعليا أنا أستخدم الـ API هنا، وبالتالي علي أن أدخل بهذا الشكل، لكن أنت كشخص عندما تستخدم هذا بالفرونت إند سيكون هنالك فورم، وهذا الفورم فعليا فيه ستقوم بتحميل التايتل ديسكريبشن الموجود اوريدي او الموجود للتو، وبالتالي سيتم ارسال التايتل القديم والديسكريبشن القديم والاثر اي دي القديم مع الريكوست، فلن يكون هنالك مشكله. لكن الان مشكله لان لدينا اي بي اي بهذه الطريقة نحن نطلب، ويمكن أن تتعامل معها بالطريقة التي أنا أخبرتك عنها، فاعتبرها وظيفة وتدريب لك أن تضيف هنا argument جديد خاص بتحديد هل هذه method add أم method post. الآن لاحظوا أن نحن تأكدنا من صحة الديتا، وكيف تأكدنا من صحتها؟ قلنا هل هي عدد محارف صحيح، عدد محارف أقل، عدد محارف أعلى، وأيضا تحدثنا عن الـ required، وتحدثنا عن الـ type للـ data، هل أدخلت لي رقم عندما طلبت منك رقم أم أدخلت شيء آخر. فنحن تأكدنا من صحة البيانات. فإذن أحيانا الشخص يدخل بيانات صحيحة، يعني رقم يدخل رقم وجملة يدخل جملة، لكن يخطئ بشيء آخر. فمثلا لدينا هنا ما هذا المؤلف، عنوان المؤلف، فهو 2 صحيح، لكن ماذا يقوم المستخدم؟ يقوم بإدخال هذا. لاحظوا لماذا قد يدخل هكذا، لا تعرف، ربما هنالك خطأ بالكيبورد خاصة به أو شيء، هذه الأخطاء تحدث فعليا. فماذا يدخل؟ فراغ قبل ويدخل فراغ بعد. جيد، أحيانا مثلا قد يدخل مثلا هكذا، يدخل شيء مثلا عن طريق الخطأ. فإذن هو أدخل 2 فعليا، لكن أدخل معها أشياء أخرى. فهنا فعليا نحن نريد هذه الديتا، نحن نريد هذا المؤلف ID، معرف المؤلف نحن فعلا نريده، هو صحيح وهي ديتا صحيحة، هي valid لأن فيها رقم وتبدو valid، لكن هي ليست نظيفة not sanitized. فكيف نقوم بتنظيفها وتعقيمها؟ هذه هي كلمة sanitization، يعني تعقيم يعني تنظيف. فكيف تقوم بتنظيفها وتعقيمها؟ تقوم بمسح الأشياء الغير سليمة منها. ما هو الشيء الغير سليم؟ الشيء الغير سليم هو هذا الفراغ وهذا الفراغ وهذه هذا المحرف، هذا غير سليم غير نظيف. طيب كيف نقوم بذلك فعليا؟ بي PHP يوجد شيء اسمه trim يعني قص. فإذا أنت فعليا تقص هذا الفراغ، trim له وtrim لهذا الفراغ، فإذا يمكن أن نستخدم trim لهذا الموضوع. وأيضا يمكن أن نستخدم شيء اسمه أن نقوم بمسح التاجز الموجودة، مثلا تاج HTML مثلا، لأن نحن لسنا بحاجة لتاج مثلا A tag و script tag، لسنا بحاجة لهذه الأشياء، يمكن أن ننظفها ونمسحها. طبعا كما اتفقنا نحن نسير بشكل بسيط جدا، لكن بالتأكيد يمكن أن تأخذ عملية التنظيف البيانات وعملية validate للبيانات تأخذها يعني لمكان فعلا تقوم بالتنظيف الجيد، يعني والتأكد فعلا من البيانات، تأكد من كل المحارف، تأكد استخدام الطرق المختلفة. لكن نحن سنبقى الأمور بسيطة فقط لغايات استعراض هذا المفهوم، مفهوم السينيتايز ومفهوم الفاليديت. فنحن الآن بالتنظيف ولسنا بالفاليديت، تحققنا من الصحة. فإذا الآن سنقوم ب، لاحظوا هذا مجلد الأدوات، سأحذف الفايل الذي أنشأته قبل قليل، هذا فقط للتأكد من شيء. الآن سأقوم بإنشاء هنا ملف جديد سأسميه article، طبعا هذا أنا أسميته article validator، كان يجب أن أسميه API validator، فدعوني أغير اسمه، فإذا سأغيره من article ل API
API validator جيد، وبالتالي هنا إنه قمت باستيراده يجب أن أغير اسمه، إذا هو اسمه هنا API validator بهذا الشكل، والكلاس الذي فيه لاحظوا اسمه capital letter كان جيد. أيضا هنا أريد include للarticle sanitizer وسيكون اسمه هكذا، هي بالإي صحيح؟ بالإي وليس بالأو هكذا. فبالتالي هنا سأنشئ هذا الملف الذي اسمه API sanitizer. مرة أخرى دعوني أتأكد، API sanitizer و API validator. ممتاز ممتاز ممتاز، فإذا صحيح. فإذا نحن هنا بالـ API sanitizer، فهنا سأقوم بإنشاء أيضا class، أو بداية أفتح تأجل PHP بهذا الشكل، وهنا أيضا سنضيف class سأسميه API sanitizer هكذا لكلاس. سأنشئ ميثود يمكن أن أستخدمها في كل مكان بداخل الكلاس خارج الكلاس، سأسميها public، ستكون public، وأيضا static لأنها ميثود متعلقة بالكلاس وليست متعلقة بالobject أو الانستنس الخاصة بالكلاس، وهذا سأسميه function، سأسميه sanitize article أو article sanitize sanitize article، وسيأخذ الداتا هذه الارتكل بهذا الشيء. طبعا أنا نسيت أن أقول لكم فكرة خاصة بموضوع السنتايز أو التنظيف بالفاليديت. أنا فقط أقول أن هل هذه valid؟ إذا لم تكن valid أرسل رسالة. بالسنتايز أنا لا أرسل رسالة لأي شيء، أنا فقط أنظف وأرسل البيانات نظيفة، فإذا هذا مفهوم مختلف. لاحظوا مرة أخرى، أنظف أرسل البيانات نظيفة، لا أعرض أي رسالة خطأ. فإذا بالسنتايزيشن لا يوجد رسائل خطأ، بالفاليديشن يوجد رسائل خطأ. بخصوص عملية تنظيف البيانات، أنت تنظف البيانات، تأخذ منها ما تحتاج وتقوم بالتعامل مع البيانات النظيفة، والمستخدم لا يعرف أي شيء بخصوص هذا الموضوع، يعني لا يشعر أنه هو أدخل شيء خطأ، لأنك أنت قمت بالتنظيف بالمعالجة بالخلفية وأرسلت ويعني حققت طلبه دون أن يشعر أنه أدخل شيء خطأ أصلا. فبالتالي هنا سأقوم بإنشاء sanitize data، أو يمكن أن نسميها clean data، يعني كلمة sanitize تبدو يعني صعبة قليلا، فيمكن أن أقوم بإنشاء clean data، وبعد أن أنتهي أريد أن أعيد clean data جيد. فإذا هنا سأقوم بماذا؟ بكل بساطة سأقوم بأخذ هذه الارتكل for each، هذه الارتكل، وهذه الارتكل سيكون فيها key و value، وهنا كل value أريد أن أقوم بتنظيفها، كل value. فكيف سأنظفها؟ سأكتب هنا clean value. كيف سأنظفها؟ بداية سأقوم بترم، ترم الفراغات، وأيضا سأمسح منها التاجز الضارة، وانتهينا. فذا value انتهينا. وبالنهاية clean data سأرسل معها الكي يساوي clean value. هل هذا واضح؟ رجاء أخبروني هل هذا واضح؟ هل هنالك صعوبة؟ طبعا بالبث المباشر تعرفون دائما يحدث أشياء، مثلا أخطاء غير متوقعة لا يمكنني أن أقوم بقصها أو إظهار لكم المعلومة كما هي، فهنالك هذه الزوائد التي تكون في البث المباشر، لكن لها فائدة أنكم تعرفون أن البث هذه الأمور، هذه الحقيقة فعليا، هذه الحقيقة أن نحن نواجه أخطاء والمعالجة تكون تدريجية، التطوير يكون تدريجي، فإذا هذا هو الشيء الطبيعي، أنتم ترون أمامكم الحقيقة، فأن الأخطاء كثيرة والتفكير كثير والرجوع للخلف أيضا يحدث والتقدم أيضا يحدث والتطور مستمر، فهذه أشياء طبيعية جدا. فإذا هذا هو الموضوع، قمنا بإنشاء clean data array، قمنا بالدوران حول الارتكل، وقمنا بهذا الفانكشن أريد أن أقرأ عنه، ما رأيكم؟ هل توافقون الرأي أن نقرأ عنه؟ فأين نقرأ عنه؟ في documentation PHP. طبعا بعض الأشخاص يقول أنا لا أريد أن أقرأ documentation، ولذلك أنا أشاهد الدروس حتى لا أقرأ documentation. يعني أنت يعني ماذا، كيف أعلق على كلامك؟ documentation هو الأساس، لماذا هو موجود؟ السؤال موجود لكي تقرأه، لن تقرأ حرف حرف وكلمة كلمة، ستقرأ عندما تحتاج له. فكل documentation له index أو search يمكن أن تبحث به، وهذا هو الأساس. فإذا لنبحث، فإذا strip tags، فإذا ها هي
ما هو طبعا لاحظوا هنالك باللغات لا يوجد عربية أعتقد، هل يوجد عربية؟ أنا يعني لا يوجد عربية، لا يوجد no archive. فبالنسبة لهذا الفانكشن يقول هذا الفانكشن موجود في فيرجن بي اتش بي كلها، ويقوم بأخذ ال HTML وال tags من ال string. يمكن أن تحدد allow tags، لا نحتاج ذلك. هل يوجد مثال؟ فيقوم بإعادة ال string. لا يوجد مثال هنا، يوجد مثال، ها هو يقول أنت أدخلت هذا، يوجد paragraph tag، عندما استخدمت هذا فالنتيجة ماذا؟ النتيجة أين هي النتيجة؟ النتيجة ها هي مع الباراجراف ومع الأي تاج. لماذا؟ لأنك سمحت الباراجراف والأي تاج لكن لم تسمح هذا، فكل شيء ضار تم مسحه. فإذا ممتاز، هذا الفانكشن فعلا ممتاز، يساعدنا بتنظيف الداتا. فإذا الآن حان الوقت حتى نستخدم هذا الفانكشن. فإذا أين سنستخدمه فعليا؟ سنستخدمه بالـ API articles، ولدينا هنا API sanitizer. جيد، سنذهب إلى مكان الـ validate، سنقوم بالـ validate. دقيقة، إذا هناك كثير من الطائرات اليوم وعلينا أن ننتظر حتى تذهب. فلاحظوا أن ما رأيكم، هل نقوم بـ validate قبل أم تنظيف قبل؟ فالأساس هو لاحظوا لو أنا قمت بفاليديت قبل، لو أرسل لي الشخص مثلا هنا مثلا بالتايتل، أرسل كتب فراغ 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 ثم واحد أو خمسة فراغ، بالفاليديت سيقبل هذه القيمة. لماذا؟ لأن الفراغ هو كاركتر. لكن عندما أقوم أنا بتنظيف بداية، سأمسح هذا سأمسح هذا، سيبقى واحد. فهمتم قصدي؟ فالتنظيف قبل حتى أتخلص من الفراغات والأشياء الغير ضارة، ثم أتأكد من الصحة، هل الطول مناسب، هل عدد المحارف مناسب أم لا. فإذن بالتالي هنا قبل أن أقوم بالإيرورز، فإذن هنا سنقوم أنا بالسينيتايز للديتا من خلال سأكتب يعني الديتا هنا هكذا ستكون. أيضا سأكتب سينيتايز ديتا، والديتا نفسها سأقوم باستخدام API sanitizer، هكذا اسمه صحيح sanitizer، والميثود ما اسمها sanitize article، وسأعطيه الداتا. فقط أريد التأكد من الأسماء لأنني لست متأكدة فعليا. فإذا الاسم API sanitizer، إذا صحيح هذا اسم الكلاس، وهذا هي اسم الميثود sanitize article، صحيح. فإذا هذه هي الداتا، فأنا قمت بتنظيف الداتا والآن سأتعامل معها. نفس الفكرة هنا في الأدنى بالنسبة للإدت، فلنرى عفوا. فإذا مجرد أن تأتيني الداتا سأنظفها ثم سأقوم بفاليديت لها. فإذا هذه القاعدة هكذا، جيد. فإذا الآن فقط نريد أن نعالج الريكوست هنا بوست وسيت. validation error field title must be at least 5. لماذا؟ لأن نفس النقطة التي أنا أخبرتكم عنها قبل قليل، أنه هو سيمسح لترم من هنا، ترم من هنا، انتهينا، سيبقى 5، فبالتالي يجب أن يكون 5. لكن مثلا لو كتبت أنا new article here، أو مثلا دعونا نكتب شيء آخر learn with now شيء، وقمت ب send، لاحظوا هنالك خطأ undefined variable author id in أي صفحة، أي رقم، أي سطر، 139. فإذن لنذهب إليه، 139 author id غير معرف. لماذا هو غير معرف؟ فهذه قصة ثانية، لأننا سنجلس. فإذا مرة أخرى سنقوم بالتحقق من الديتابيس لنرى ما الداتا التي أرسلتها. فإذا ها هي hello، لا ليست هذا تحديث. فإذا ها هي learn with now، والشيء الذي أريد أن أقوله أنا لاحظ أن learn with now ليس فيها فراغات كما أدخلتها، وأيضا ال ID هنا، فإذا لاحظوا ليس فيه فراغات أيضا، كما ال ID ليس فيه فراغات كما أنا أدخلته. نريد أن نجرب مرة أخرى حتى أريكم وأؤكد لكم الفكرة. ف هنا سنكتب مثلا كيو 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 مثلا هكذا، وهنا بالدسكريبشن سندخل فراغ هنا، وسنكتب هنا دسكريبشن مثلا 3، عفوا هنا 3، و author id
نبقيه 2 ولنرى النتيجة. فإذا هنالك خطأ، يقول field title must be at least 5 characters. سأدخل كيو أخرى، فإذا send. فإذا الآن صحيح كل شيء تمام. فإذا الآن لو عدت إلى هنا فأريد أن أتأكد أن لا يوجد فراغات، فقمت بترم لها، لا يوجد فراغات هنا لكن الفراغات بالمنتصف صحيحة فبقيت، والاي دي صحيح 2. فإذا مرة أخرى سنجرب مع شيء آخر، سنجرب مع البوست، مع البوت ريكويست والاي دي 26. لا أعرف إذا هذا موجود، فإذا لنرى بقيود قاعدة البيانات إذا كان هذا موجود أم غير موجود. موجود 26. فإذا الآن بالنسبة للتايتل سأقيم مثل ما هو، يمكن أن أضيف هنا ديف هكذا، هنا أريد أن أضيف سكريبت، سكريبت لنرى النتيجة. إذا send سيقول تم التحديث، لاحظوا الـ ID 26، دعونا نجلبه من هنا. إذا 26 API article dot PHP وID يساوي 26. إذا ها هو، لاحظوا 26 كيو بدون ديف، يبدو أن تم حذف هذه الديف والتي أدخلتها، لاحظوا أدخلت ديف قمت بتنظيفها والسكريبت قام بتنظيفها وأيضا الديسكريبشن، لاحظوا والاي دي 2. فإذا الـ 26 كانت هلو نيو ديسكريبشن، الآن ماذا أصبحت؟ أصبحت كيو وكذا. فإذا نجحنا، فإذا ممتاز نجحنا بالعملية، قمنا بفاليديت، قمنا بسينيتايز، ماذا بعد؟ هذا هو السؤال. كان اسم برنامج لا أعرف على القناة اسمه ماذا بعد؟ فإذا ماذا بعد؟ بكل بساطة لا نريد بعد الآن أن نقوم بالتعامل. فإذا دعوني أضيفه لجيت، فإذا لدينا هذه الملفات. فإذا لا أريد أن نتعامل مع الأرتيكل بعد الآن، انتهينا من موضوع الأرتيكل، نريد أن نتعامل مع موضوع اليوزر، نريد أن ندخل بموضوع authentication، موضوع log in log out. فهذا الشيء الذي أريد القيام به. أيضا أريد أن نتعامل مع التوكنز، أعتقد هذا الشيء الأفضل، كيفية إنشاء login functionality لليوزر باستخدام، لاحظوا نحن لا نستخدم أي framework، فقط نحن نستخدم، ماذا نستخدم؟ نحن لا نستخدم framework، نحن فقط نستخدم PHP عادية فقط، بسيطة جدا، ومع ذلك استطعنا أن نقوم بشيء جيد بها فقط لوحدها دون framework دون أي شيء، لأن الأساسيات واحدة. فإذا أعتقد أن انتهيت للشيء الذي أردت أن أتحدث به اليوم.